حملة ساعدوا ولا تعاقبوا، حملة مناصرة عالمية لسياسات الصحة وسياسات المخدرات القائمة على حقوق الإنسان. منذ عام 2013 يحتفل العالم بحملة ادعموا ولا تعاقبوا السنوية في 26 من يونيو من كل عام. هذه الحملة تخلد بموازاة بالاحتفال باليوم الدولي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع، التي تستخدمها العديد من الحكومات للحديث عن المخدرات من منظور العقوبة. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم، على العكس من هذا المنظور، إلى تعزيز ظهور سياسات في مجال المخدرات بحيث تكون مستدامة وموجهة نحو التنمية والرفاهية، مثل الرعاية الصحية للأشخاص المدمنين على المخدرات وإنهاء السجن للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الاستثمار في أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، وهذا يعني الاعتماد على نهج يركز على الصحة ويهدف إلى الحد من المخاطر. يتمثل نهج الحد من المخاطر بشكل أساسي في دعم صحة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات لضمان رفاهية مجتمعنا بالكامل. بشكل حاسم، يساعد هذا النهج على مكافحة الأمراض الفيروسية مثل الأيدز والتهاب الكبد باء وسين، والتي تصيب بشكل غير متناسب الأشخاص المتعاطون للمخدرات. والسبب هو أن هذه المجموعة مهمشة ومعاقبة، بدلاً من دعمها ومرافقتها لمنع انتشار هذه الأمراض. ونتيجة لهذه الوضعية، ستظل سياساتنا للسيطرة على الأمراض المعدية المميتة غير مكتملة حتى نعطي الأولوية لهذه الفئة، وذلك بتطبيق مقاربة الحد من المخاطر. إن الحقيقة المؤلمة هي أنه نتيجة للسياسات الحالية، تمتلئ السجون بالمدمنين على المخدرات المدانين بارتكاب مخالفات صغيرة، بدلاً من إعطائهم المساعدة التي يحتاجونها بإلحاح. الحقيقة المؤلمة هي أيضاً أن مئات العائلات تجد نفسها عاجزة في مواجهة إدمان أطفالها، وليس لديهم سوى الأمل في مساعدات وتدخلات طال انتظارها. والوضع مشابه للشباب الذين يعانون من نقص في خدمات الوقاية والعلاج وتقليل المخاطر في السجون. غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات للإساءة وسوء المعاملة بسبب وصمتهم الاجتماعية، والنتيجة هي تراجع الصحة والسلامة في منازلنا وأحيائنا ومدننا وحدودنا. في مواجهة هذا الوضع، فإن السياسات المعتمدة في مكافحة المخدرات ليست فقط غير فعالة، بل أنها أعطت نتائج عكسية. فعدد المستهلكين في ازدياد وكبار المتاجرين بالمخدرات يجمعون الثروة بصفة متزايدة، في حين أن المستهلكين وصغار التجار غالباً ما يكونون من الفئات الأكثر فقراً يقبعون في السجن. مكمن الكارثة في كل هذا هو أن هذه السياسات تتجاهل أيضاً المخاطر الصحية المرتبطة بانعدام الرعاية للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات. بمشاركتكم في حملة ساعدوا ولا تعاقبوا، تشاركون في تغيير هذه الوضعية المؤلمة التي نتأثر بها جميعاً بصفة مباشرة أو غير مباشرة. مع تحيات منظمة النظراء المربون.